طيب بالنسبة لك انت مثلتي في الدراما كوميدي وفي السينما كوميدي، ايه الفرق بالنسبة لك او شايفة حابة ايه اكتر؟ او انا بالنسبه لي تمثيل تمثيل، حتى لو بمثل في بيتنا. شايفه نفسك ممثله كوميديه؟ انا ممثله، مفيش حاجه اسمها ممثل كوميدي، يعني انا ضد التصنيف. مفيش حد بيتصنف، لا ممثل شاطر هيقدر يعمل كل حاجه، يمكن حد دمه خفيف وحد لا، دي بقى موهبه من عند ربنا، يعني هبه من عند ربنا ان انت دمك تقيل، عندك قبول عند الناس من البدايه او لا، لكن انت في الاخر بتشتغلي على الدور. يعني زبرجد في كلب بلدي ما كنتش بهزر، انا ما عملتش اي حاجه تهزر، هي انا عملت كاركتر مطلوبه مني ان انا اعملها وعملتها المفروض زي ما لازم تتعمل، ففي الاخر الكوميديا طالعه من الموقف. مش كنت متوقعه الايرادات اللي حصلت او ان انتوا خدتوا مركز تاني بعد فيلم احمد حلمي؟ والله بصي انا بقول لك انا ضد فكره المنافسه وبعد مين وقبل مين، ومبروك لكل الناس اللي نجحت. انا شايفه ان هو النجاح نجاح، في تفاوت في الفلوس او في الحاجات دي، نسب بسيطه انا ماليش دخل فيها، لكن احنا عملنا اللي علينا وعملنا مجهود واشتغلنا كويس قوي، والفيلم كان مكتوب كويس واخراج كويس، ممثلين هايلين، فاكيد ربنا هيكرمنا. يعني تقولي ايه لشركة الانتاج؟ اقول لها ميرسي ان انا اتعاملت معاهم وان هم خلوا الناس يتعرفوا عليا بشكل مختلف، واتمنى ان احنا نتعامل مع بعض على طول ان شاء الله. ايه خطتك بقى الجاية رمضان؟ اعمالك؟ بحضر فيلم اسمه ياباني مصري مع احمد عيد، اخراج محمود كريم. محمود كريم اول مره يخرج، اول فيلم ليه هو اخراجه، بس هو مخرج هايل، يا ربنا يكرمه يا رب ان شاء الله. والستايل التسمين القاضي ستايلست جراند اوتيل وطريقي، ف مبسوطه ان الناس اشتغلنا مع بعض وصحابي وناس شاطره. والفيلم هو بلاك كوميدي، بيتكلم شويه فيه كوميديا، بس الكوميديا اللي بتسخر شويه من وضع موجود في البلد، ليه علاقه بالتعليم والتعليم ودينا لحد فين، ودور مختلف بالنسبه لي، دور جديد بالنسبه لي. المخرج او المخرجه اللي نفسك تشتغلي معاهم؟ والله كان نفسي طبعا اشتغل، بصي هو الناس ميتت ربنا يرحمها، بس كان نفسي اشتغل معاهم، كان نفسي اشتغل مع استاذ يوسف شاهين، وعيطت عليه كنت صغيره جدا، بس كنت صغيره قوي، بس كان نفسي اشتغل معاه من وانا عندي 7 سنين نفسي امثل، فكان نفسي اشتغل معاه. كان نفسي اشتغل مع استاذ محمد خان الله يرحمه برضه. نفسي دلوقتي اشتغل مع استاذه كامله ابو زكري، في ناس كتيره جدا، يسري نصر الله، يعني الناس اللي انا احب امثل معاهم يعني يوجهوني وانا بمثل. مبروك وميرسي والف مليون مبروك على فيلم كلب بلدي.